نأتي الآن إلى السيجنال ديزاين، تصميم الإشارة الضوئية. وطبعا بالنسبة لنا لما نتكلم عن التصميم نتكلم عن التوقيت بشكل رئيسي للإشارة الضوئية وكيفية توزيع اللون الأخضر والأصفر والأحمر، واللي هو بتعطي النظام اللي بتشتغل عليه هذه الإشارة. بداية خلينا نعرف المصطلحات الرئيسية اللي حنعتمد عليها في التصميم. أول مصطلح اللي هو الترمينولوجي الكنترولر، a device responsible for changing the colors، اللي هو الجهاز المسؤول عن تغيير الألوان في الإشارة الضوئية، واللي هو عادة بيكون موجود في منطقة بقرب الإشارة الضوئية، إما بيكون على شكل صندوق فوق الأرض أو بيكون مخفي في مكان ما بحيث إنه لا يتم التعرض للدمج من قبل المركبات إذا صدمت فيه لا سمح الله، ولكن في أغلب الأحيان بيكون على شكل صندوق مبين في منطقة ما آمنة بقرب التقاطع أو داخل الرصيف المجاور للتقاطع إلى آخره. بيكون هناك تمديدات كيبلز تحت الأرض تربط ما بين هذا الصندوق اللي فيه الكنترولر والإشارة الضوئية. طبعا الإشارة الضوئية بنقصد فيها اللي هي كل الأعمدة اللي عليها الهيدز اللي بتعطي الألوان الأصفر والأخضر والأحمر، فكل واحد من هذه الأعمدة بيكون في أسلاك ممدودة كيبلز تحت الأرض ومرتبطة بهذا الكنترولر. فهذا الكنترولر بيعمل بمثابة الكمبيوتر أو العقل المتحكم بتوزيع الأوقات على الإشارة الضوئية، يعني برمجة الإشارة وتحديد الأوقات وآلية الانتقال من فيز إلى فيز، هذا كله يتم داخل الكنترولر. يعني بقية الأجزاء بالإشارة الضوئية هي مجرد تنفيذ للأوامر اللي تخرج من الكنترولر. السايكل هي مجموع الأوقات time for one complete sequence، هي عبارة عن مجموع الأوقات لدورة كاملة. يعني المثال اللي أمامنا باللون الأحمر عندنا لكل مدخل من مداخل التقاطع، أعطينا مثلا لتبسيط الأمور وتسهيل يعني فهم الفكرة، لو افترضنا انه الايست باوند، طبعا كلمة ايست باوند يعني اللي رايح باتجاه الشرق، كان الاخضر له مثلا 15 ثانية 15 seconds والاصفر كان 5 seconds يلو. ايضا كذلك الويست باوند اللي رايحين باتجاه الغرب، لو كان عندنا ايضا الاخضر 15 ثانية والاصفر اليلو كان 5 seconds، والنورث باوند اللي رايحين باتجاه الشمال كان ايضا الجرين 15 سكندز واليالو 5 سكندز، والساوث باوند اللي رايح باتجاه الجنوب كان 15 سكندز للجرين و5 سكندز لليالو. طبعا لاحظ كلمة باوند رايح باتجاه كذا، يعني لما نقول ساوث باوند يعني رايح باتجاه الساوث. زي ما قلنا لتسهيل الامور اخذنا اوقات متساوية، افترضنا انه الجرين تايم 15 واليالو 5 لكل واحد من الاربع مداخل للتقاطع. السهم اللي في النص هذا اللي عامل زي قوس بيعني انه السيكونس التسلسل لتوزيع الاوقات على الاشاره الضوئيه، وهذا احنا بنقدر ايضا كمصممين نتحكم فيه. فبنفترض بهاي الحاله انه كان باتجاه عقارب الساعه، بمعنى لو بدانا بالايست باوند بنعطيه 15 ثانيه جرين، ثم بنعطي 5 ثواني يلو، بعد يوم نروح مباشره حسب هذا السيكونس للساوث باوند نعطيه نفس الشيء 15 جرين ثم 5 يلو، بعدين بنروح على الويست باوند نعطيه 15 جرين ثم 5 يلو، بعدين بنروح على النورث باوند نعطيه 15 جرين ثم 5 يلو، بنرد مرة ثانية الآن بنرجع ونكمل على الايست ثم الساوث ثم الويست ثم النورث. لاحظ انه في دورة تتكرر، فهاي الدورة بنسميها السايكل. فالسايكل بلاحظ انه توقيتها، يعني إذا بدي أعرف شو هي السايكل، هي من لحظة بدء الأخضر في أول فيز اللي نفترض إنه المرجعية تاعتنا كانت الإيست باوند، فمن لحظة بدء الجرين على الإيست باوند لغاية ما تروح تخدم كل الاتجاهات ترجع مرة ثانية وتبدأ الجرين على الإيست باوند، هاي اللفة الكاملة بنسميها السايكل لينك. طبعا لاحظ لو جمعت الأرقام الأربعة، الأربع اتجاهات الجرين مع اليلو 15 و25 ضرب 4 بيعطيني 80،
فإذا التوتال سيجنال سايكل هو عبارة عن 80 ثانية، يعني بالنسبة إن كل 80 ثانية بتكرر هذه السايكل نفسها، بتعيد التوزيع مرة أخرى على كل الأربعة أبروتشز. طبعا أجين هاي الأوقات إحنا بعد شوي بدنا نحددها، إحنا سهلناها وبسطناها وافترضناها أرقام متساوية، لكن هي عادة تعتمد على الحجوم المروري. فحسب الحجوم المروري بعد شوي راح نتعلم كيف نصمم ونحدد التوقيت المناسب للإشارة. نيجي للفيز. الفيز it is time given to stream of traffic having simultaneous right of way. Right of way. فإذا هو الفيز عبارة عن الوقت اللي يعطى للحركات على الإشارة الضوئية اللي لهم simultaneous right of way. شو يعني simultaneous right of way؟ يعني بتحركوا مع بعض، يعني بياخذوا حق الطريق مع بعض، فبنعطوا جرين ويلو وأورد إذا كان الأورد موجود راح نعرفه بعد شوي، فبينعطوا التوقيت مع بعض، فبيمشوا مع بعض بوقفوا مع بعض. فهذولا بالنسبة لنا بنسميهم فيز. في حالة المثال اللي أمامنا لاحظ إنه كل أبروتش مشى لحاله، وبالتالي الأبروتش بكامل هو عبارة بالنسبة لنا عن فيز. فالإيست باوند إله فيز لحال، بعديه بيجي الساوث باوند إله فيز لحال، بعديه بيجي الويست باوند إله أيضا فيز مستقل، ثم النورث باوند إله أيضا فيز بشكل مستقل. فإذا عندي على الإشارة اللي أمامنا بهذا المثال افترضنا أنه عندي أربعة فيزز، فيز مخصص لخدمة كل مدخل من مداخل الإشارة الضوئية. طبعا مش دائما بتكون هيك، يعني أحيانا بنخلط ما بين الحركات المتزامنة ليفت مع ليفت او ثرو اند رايت مع ثرو اند رايت. هذه الحالات راح نيجي نشرحها لاحقا، لكن الان خلينا حتى نفهم الفكره الاساسيه ناخذ ابسط سيناريو اللي هو عندي كل ابروتش، كل مدخل من مداخل التقاطع يتم معاملته بشكل مستقل، لذلك يعطى الجرين واليالو له بشكل مستقل، وثم ننتقل الى الفيز الذي يليه وثم الى الفيز الذي يليه وهكذا. فاذا بالنسبة لنا في عندنا أربع فيزز، والآن نقدر نقول إنه كل فيز من هاي الفيز اللي أمامنا في إلها green time 15 seconds و yellow time 5 seconds، يعني الفيز كامل أخذ تقريبا 20 second، والأربع فيزز مع بعض بياخذوا بهاي الحالة 80 second، وهذا اللي سميناه بي سايكل اللي تتكرر بشكل مستمر إذا كان عندنا. طبعا التايمينج هو من نوع البري تايمد اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة. بالنسبة للانترفال، it is the time during which signal indication does not change. إذا هو عبارة عن الانترفال مرتبطة باللون تبع الإشارة الضوئية، يعني ممكن نقول إنه green interval يعني الوقت اللي بتكون فيه الإشارة خضراء، أيضا ممكن نقول اليالو interval الوقت اللي بتكون فيه الإشارة صفراء، وممكن نحكي انه الريد انترفال الوقت اللي بتكون فيه الاشاره حمراء. وهذا قد يكون ايضا لكل فيز، يعني كل فيز له انترفال ايضا صفراء وله انترفال حمراء وله انترفال خضراء. هذا اذا مقصود في الانترفال. الانترفال هي الوقت اللي بيكون معطى فيه لون معين للاشاره الضوئيه باتجاه معين. نعرف الـ clearance interval. It is the time used to clear the intersection after green. المقصود to clear يعني إنه بعد ما ينتهي الجرين من فيز معين، بحالتنا بالمثال اللي عندنا اللي هو approach، الابروش كله اعتبرناه one phase. ففي حالة انتهاء الجرين لكل فيز بدنا وقت اللي خلينا نسميها مرحلة انتقالية، اللي نفضي التقاطع من السيارات قبل ما نفتح الإشارة الضوئية جرين لأبروتش آخر. يعني احنا قاعدين عاملين نظام دور، كل أبروتش بده ياخذ الجرين تايم لحاله في دوره في وقته اللي مخصص له، لكن عند الانتقال من جرين إلى جرين لابد يكون في عندي فترة انتقالية ما بين الفيزين المتلاحقين، وهذه الفترة الانتقالية هي اللي بنسميها بالكليرانس انترفال. فإذا هي فترة نحتاجها حتى نفضي التقاطع من السيارات اللي لسه قاعدين بيتحركوا الآن خلال الأخضر. فبنهاية الأخضر أنا بدي فترة انتقالية بعطيها على الإشارة الضوئية تضمن لي أنه أفضي التقاطع بالأول من هاي السيارات من الفيز السابق لغاية ما تفضى السيارات، بعدين بفتح الإشارة للفيز اللاحق. هاي الفترة بنسميها بالكليرانس انترفال،
وهي عادة بتكون في أغلب الأحيان، خصوصا في عندنا في الأردن، اللي هي اليالو تايم، اللي هو الوقت الأصفر. لكن في بعض الأحيان، وحتى هذه أيضا مطبقة عندنا في بعض التقاطعات في الأردن، بنضيف مع اليالو ما يسمى بالأول ريد. وفكرة الأول ريد اللي هو ريد فور أول أبروتشز فور مور سيفتي أور فور بيدستريانز، إنه أنا بخلي الإشارة الضوئية بعد ما ينتهي الأصفر بخليها كلها أحمر بكل الاتجاهات، يعني ما في حد بيكون جرين خلال ذلك الوقت، قد تكون لمدة ثانية أو ثانيتين، بعطي الإشارة كلها بتكون أحمر. والهدف من هذا الأورد في الغالب بيكون هو إنه لما نحسب قديش كمية اليلو أنا بحاجة إلها على التقاطع، واللي هي إلها علاقة بالسرعة، سرعة المركبات على الطريق الموجود على التقاطع، وأيضا لها علاقة بعرض التقاطع. كل ما كان عرض التقاطع أكبر، كل ما كان اليلو تايم المطلوب لقطع التقاطع بيكون أكبر. إلا أنه حقيقة إحنا لا نفضل أنه نتعامل مع يلو تايم كبير، لأنه إذا السائقين تعودوا أنه في يلو تايم كبير بيصيروا يتعاملوا معه بنفس الطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع الأخضر، وبالتالي بيفقد قيمته. إحنا بدنا الأصفر يضله تحذير أنه خلاص انتهى الأخضر، وجهز نفسك لإغلاق الحركة بهذا الاتجاه حتى نعطي فرصة للحركة باتجاه آخر. فبدنا يظل اليلو بهذا المعنى، بمعنى تحذير للسائق أنه انتهى الوقت. إذا طولنا اليالو زيادة عن اللزوم بيفقد هذا المعنى، بصير السائقين ريلاكس ويتعاملوا معه كما لو كان جزء من الأخضر. حتى نحل هذا الإشكال فنستخدم ما يسمى بالأورد، إنه أنا باخذ الحد الأعلى من اليالو اللي مسموح فيه إذا كنا بحاجة ليالو كبير، وفي هذه الحالة الحد الأعلى لليالو المسموح فيه هو 5 سكندز. إذا كنا بحاجة مثلا ل 6 سكندز أو ل 7 سكندز، أنا ممكن آخذ منهم 5 يالو، هذا كحد أقصى، الباقي 1 أور 2 سكندز بعملهم اول ريد. التقاطع بكل الاتجاهات احمر، فالسائق اللي لسه قاعد بيتحرك وشاف احمر يعني اعتبر انه الوقت تبعه انتهى، والان اذا هو بيدخل على التقاطع في هذا الوقت وبيبلش بالحركه فهو مخالف بالنسبه للانظمه المروريه، واذا كان في كاميرا على مدخل التقاطع هتصوره على انه مخالف، لكن لو قطع خلال الاصفر ما عنده مشكله، لا يعتبر مخالف بالنسبه لنا. فهذا الأورد هو عمليا بيقول للسائق انه انتهى وقتك انت الاخضر والاصفر، وبنفس الوقت احنا من قبيل الاحتياط ولمزيد من السلام المروري، خوفا من انه بعض السائقين بيكونوا نظرا لانه التقاطع عرضه كبير مثلا، فبهذه الحاله بنعطي مزيد من الوقت اللي هو 1 اور 2 سكندز مثلا في الغالب كأورد، اللي نمنع لا سمح الله وقوع الحوادث المروريه، انه لو في سائق او سائقين اثنين او ثلاثه قطعوا خلال هذا ال 1 or 2 seconds من الاور ريد، ستيل بيكون ما فيش حد بيتحرك بالاتجاهات الاخرى، لان الاور ريد لاحظ انه بيقفل الاشاره بكل الاتجاهات، ما في حد بيدخل على الاشاره بكل الاتجاهات خلال هذا الاور ريد. فاذا هو الهدف الاساسي منه بيكون بهاي الحاله سيفتي. وحتى بعض الادارات المروريه في مختلف دول العالم عملوها زي يعني رول، بحيث انه دائما بيضع اور ريد مثلا 1 second، وهذا هو الرقم الاكثر شيوعا، انه على طول بحطوا 1 second of اور ريد كنوع من الاحتياط وكنوع من السيفتي، بغض النظر انه بحاجه له او مش بحاجه له، بقول لك انا ما بدي بعد انتهاء الاصفر فورا افتح التقاطع لاتجاه اخر، خليني اعطي دائما 1 second احتياط اللي اضمن انه ما يصير في تداخل ما بين المرور ولا سمح الله تقع حوادث مروري. لكن هذه هي بتكون يعني نوع من الاجتهادات من مهندسي المرور، لكن اذا بنتكلم من ناحيه علميه انا ما بلجأ للأورد الا اذا كان في عندنا حاجه له، والحاجه له بتحدده هي قديش بقدار الوقت الاصفر اللي احنا حسبناه على الاشاره. في استخدام اخر، لاحظ انه بيقول لي اور فور بيدستريانز، انه ممكن نستخدم الاورد للبيدستريانز. هناك بعض المواقع احيانا في وسط المدينه مثلا او في المناطق التجاريه، في قد تكون كثافه حركه المشاه كبيره جدا، بحيث انه يصعب نمشيهم بشكل موازي للحركه المروريه. بهذه الحاله انا ممكن انه اذا تعذر اني امشيهم بالتوازي مع الحركه المروريه، انا ممكن اوقف كل المرور بكل الاتجاهات في وقت معين بكل سايكل، ويكون هذا الوقت مخصص لحركة المشاة. يعني مثلا بالمثال اللي أمامنا الإشارة الضوئية عليها 4 فيزز، وزي ما حكينا سابقا أنه هون النظام المتبع هو 1 فيز لكل أبروتش، فكل مدخل النورث ساوث الإيست الويست كل واحد منهم له 1 فيز، فأنا ممكن أضيف فيز خامس
وهذا الفيز الخامس بيكون توتالي للمشاة، يعني بوقف السيارات بكل الاتجاهات وفقط بتحركوا المشاة وبكل الاتجاهات بهي الحالة، يعني ما بتحركوا المشاة بهي الحالة بس على ابروش واحد مع الحركات المرورية الموازية له، لا بتحركوا بكل الاتجاهات، فأنا بفتح الإشارة للمشاة بكل الاتجاهات وبكون فيز خامس يتكرر بكل سايكل. فعندي أنا ممكن مثلا إذا أخذنا نفس المثال اللي أمامنا، عندي 20 ثانية أنا بدي إياها لكل أبروش بين جرين وبين يلو، فأنا ممكن أضيف كمان 20 ثانية للمشاة بكل سايكل، وتصبح السايكل بهي الحالة بدل الثمانين تصبح 100. فإذا عندي سايكل 100 ثانية 100 سكند، وفي إفري سايكل راح يكون في عندي 20 ثانية توقف الإشارة لكل السيارات كله أحمر عنده، وفقط تتحرك المشاة وبكل الاتجاهات. فهذه إذا الحالات اللي ممكن نستخدم فيها الأوريد. نيجي للأوفست. الأوفست it is time between beginning of green at certain intersection and the beginning of the green at the following intersection. وهذا هو اللي سميناه سابقا بالكوردينيشن، أو أطلقنا عليه اسم آخر اللي هو البروجريشن، لضمان حركة مستمرة للمركبات على الإشارات الضوئية المتتالية. قلنا بمعرفتنا للمسافات بين الإشارات الضوئية وافتراض أنهم بيلتزموا بالسبيد ليميت السرعة المحددة على الطريق، نستطيع أن نحسب الوقت اللي بتحتاجه المركبات للانتقال من الإشارة إلى الإشارة التي تليها، يعني من بدء الأخضر على الإشارة إلى بدء الأخضر على الإشارة التي تليها. هذا الوقت اللي بنحسبه إحنا من خلال تقسيم المسافة على السرعة، فهذا الزمن اللي بنحصل عليه من بدء الأخضر على إشارة إلى بدء الأخضر على الإشارة التي تليها حتى يضمن لنا أنه حركة مستمرة، هذا بنسميه بالتايم أوفست. يعني بمعنى أنه أنا إذا بدأت الجرين على الإشارة المعنية بالساعة 8 مثلا بالضبط 8.000، فإذا بالضبط بدي أبدأ الإشارة على 8، الإشارة التي تليها ببدأها على الساعة 8 زائد الأوفست، فالأوفست مثلا كان على سبيل المثال 20 ثانية، فإذا الإشارة التالية يبدأ الجرين تايم فيها على الساعة 8:20 ثانية، وهكذا ممكن نحسب للإشارة الثالثة، نحسب للإشارة الرابعة. فإذا كان عندي الأوفست محسوبة لكل الإشارات المتتالية وتم الالتزام فيها، فبهذه الحالة طبعا مع التأكيد على شرط أنه تكون السايكل لينك ثابتة، لأنه حتى البرنامج هذا يظل منتظم ويظل يتكرر بشكل منتظم لابد تكون السايكل لينك على كل هاي الإشارات المتتالية تكون ثابتة. فإذا اعتمدت أنا 80 ثانية كسايكل على الإشارة الأولى، بدها برضو تكون 80 ثانية على السايكل الثانية و80 ثانية على السايكل الثالثة وهكذا. وأيضا في شرط آخر عادة من ناحية عملية من ناحية براكتيكال حتى يزبط معنا الكوردينيشن، ما بصير يكون كل إشارة ضوئية لها كنترولر مستقل يتحكم فيها بشكل مستقل، لأنه لو كان في شوية ايرور في الأكيورسي في التايمينج تبع الإشارات الضوئية بسبب الديفرنت كنترولرز، بهاي الحالة ما بزبط معانا الكوردينيشن. لذلك حتى يزبط الكوردينيشن 100% لابد أنه يكون وان كنترولر بيتحكم بكل هذه الإشارات الموجودة على المحور، الإشارات المتتالية على المحور كلهم بنربطوا مع بعض بوان كنترولر، وبالتالي أنا ببرمج عملية الكوردينيشن وببرمج قديش أوقات الأوفست لكل إشارة من خلال هذا الكنترولر. طبعا ممكن البعض يقول لك بجتهد انا بعملها برضو بدون ما يكون كنترولر موحد، لكن لو طفت الكهرباء لو صار اي اشكاليه راح يتخربط عندنا التايم اوفست مباشره. فالافضل حتى اضمن انه التايم اوفست يظل ثابت وتظل الاشارات ملتزمه فيه، الافضل انه كلهم يتحكم فيهم جهاز كنترولر واحد، وهذا المتبع عاده في الناحيه العمليه. PCE اللي هو Passenger Car Equivalency Factor used for adjusting the truck and bus volume since they require more time to the intersection. المقصود في PCE إنه أنا إذا كان عندي سيارة كبيرة الحجم سواء كانت شاحنة أو كانت باص، بالتأكيد هي بحاجة إلى وقت أطول للحركة داخل منطقة التقاطع، كذلك تحتل سبيس مسافات ومساحات أكبر داخل منطقة التقاطع، لذلك ما بقدر أنا أعاملهم نفس معاملة السيارة الصغيرة. لكن حتى نقدر إحنا نعمل الكالكوليشنز تاعتنا في المعادلات المختلفة في الحسابات للتصميم على الإشارة الضوئية، لابد أنه يكون في عندي one unit موحدة
وطبعا افضل يونت ممكن اوحدهم عليه هي اصغر حجم موجود عندنا، واللي هي السياره الصغيره. فاذا بفترض السياره الصغيره هي البيسك يونت، وبالتالي المركبات اللي اكبر من السياره الصغيره بقول قديش يكافئ من السياره الصغيره. فاذا كانت شاحنه مثلا بعتبرها مثلا 1.5 من السياره الصغيره، اذا كان باص كبير مثلا ممكن اعتبره 2 من السياره الصغيره، وهكذا. فكم الرقم المكافئ لهذه المركبه الكبيره سواء كانت شاحنه او كانت باص، كم تكافئ من السيارات الصغيره؟ هذا الفاكتور طبعا حسب ما بحكي لي اللي هو ما بين ال 1.4 الى 1.6، يعني الرينج ما بين ال 1.4 الى ال 1.6. يعني لو اخذنا الافريج تبع هذا الرينج تقريبا، او متوسط الرينج تقريبا 1.5، يعني بالمعدل. طبعا هذا يختلف من مركبه الى مركبه، لكن بالمعدل بنقدر نقول انه المركبات الكبيره تقريبا تعادل 1.5 السياره الصغيره، من حيث البيهيفير ومن حيث الوقت اللي بتستغله داخل منطقة التقاطع. نيجي للتيرنينج موفمنت فاكتور، كذلك نفس الطريقة اللي حكينا فيها عن الباسنجر كار ايكوفالنسي فاكتور البي سي اي، بنحكي فيها عن عملية التيرنينج، انه الان ما نقدرش نقول انه السيارة اللي ماشي ستريت على التقاطع هي بالضبط تتصرف وبتحتاج الى توقيت مشابه او مساوي للتوقيت اللي بتحتاجه المركبه اللي بتتعمل التفاف الى مثلا جهه اليسار. فلا شك انه الالتفاف بالذات الى اليسار عمليه صعبه وتحتاج الى وقت اطول، وبالتالي انا ما بقدر اعملهم الثنتين زي بعض. فشو الحل بهاي الحاله؟ قال لك انه خلينا ناخذ الحركه الابسط واللي هي الستريت، نعتبرها هي البيسك، واي حركه فيها التفاف سواء كانت لليسار او لليمين بنشوف قديش تكافئ من الحركات اللي بتمشي بشكل ستريت. فلذلك الليفت تيرن اللي بيعمل التفاف الى اليسار كم يكافئ من حركات الستريت، وكذلك الرايت تيرن اللي بيعمل التفاف الى اليمين كم يكافئ من حركات الستريت. فاذا يوز تو ادجست تيرنينج ترافيك فوليومز as if they are straight، يعني بنشوف قديش يكافئوا فيما لو كانت هاي الحركات straight. طبعا قال لي انه الرايت تيرن فاكتور RTF ما بين ال 1 الى 1.4، والليفت تيرن فاكتور LTF ما بين ال 1.4 الى ال 1.6. طبعا لاحظ انه بشكل عام الرينج للليفت تيرن اكبر من الرينج الى الرايت تيرن، والسبب كما قلنا قبل قليل انه حركه الليفت تيرن بطبيعتها صعبة، وزائد انه انت اثناء حركة اللفتر تشغل جزء كبير من التقاطع، بينما حركة الرايت تيرن يا دوب تدخل على التقاطع وبتخرج مباشرة من جهة اليمين. فكمية الوقت اللي بتشغل في حركة اليمين التقاطع قليلة، حتى هي اقل من الوقت اللي بتحتاجه حركة الستريت كوقت، لكن كونه في تيرنينج في كيربيتشر فبتعطي بعض الصعوبة مقارنة بالستريت. لذلك يميل كثير من المتخصصين في المرور انه حركة اليمين يعاملها نفس معاملة الستريت، لانه بيقول لك انه نعم في كيربتشر بحركة اليمين وبالتالي يبطئ قليلا من الحركة، لكن نظرا انه الوقت اللي بتحتاجه قليل لانه الجزء من الوقت اللي بتقضيه داخل التقاطع قليل، فهذه بتلغي الفرق بينها وبين الستريت، لأنه الستريت نعم هو حركة سهلة لكنه بيقطع التقاطع بأكمله، وبالتالي يحتاج أنه يقطع التقاطع من بدايته إلى نهايته كامل عرض الطريق، وهذا الوقت اللي بيحتاجه تقريبا يعادل نفس الوقت اللي بتحتاجه المركبة اللي بتروح على اليمين أثناء الكيربتشر، لأنه يا دوب اللي بتروح على اليمين مجرد ما يدخل للتقاطع مباشرة بيخرج وبيقضي فقط جزء بسيط في الأنجل اللي دخل فيها من جهة اليمين بالنسبة لهذا التقاطع. فيميلوا المتخصصين في المرور انه يعاملوا الرايت تيرن تقريبا نفس معاملة الستريت، بمعنى انه الفاكتور بيكون بهذه الحالة يساوي 1. اما الليفت تيرن بده يكون ما بين ال 1.4 وما بين ال 1.6، ما بنقدرش نهمله، لابد انه نعطيه رقم معين، لانه لابد ان تميز حركة الليفت تيرن عن بقية الحركات الموجودة بالتقاطع. الكريتيكال لين فوليوم، الآن في ميزة في الإشارة الضوئية إنه المسارب المتوازية تستطيع تتحرك مع بعض، بمعنى إذا الأبروتش الواحد ليكن مثلا الإيست باوند كان عندي مثلا مسربين، فأنا الوقت اللي بعطيه لأي من المسربين هو بنفس الوقت المسرب الآخر بتحرك فيه، بتحركوا بالتوازي، وبالتالي أنا لما بدي أحدد التوقيت
بشوف المسرب اللي عليه الحجم الأكبر وبعطيه التوقيت اللي بيناسبه، وبهذه الحالة المسرب الآخر اللي عليه حجم مروري أقل فبعطيه بيقدر يتحرك معاه بالتوازي. إذا احنا بنصمم على الحجم المروري الأكبر، طبعا هذا بغض النظر كان الفيزنج لكل أبروتش لحال أو كان بيتبع نظام إنه يحرك حركات مختلفة من أبروتشز مختلفة، زي مثلا حنشوف لاحقا إنه أنا ممكن أحرك اللفت مع اللفت المقابل إله، يعني ممكن أحرك اللفت باتجاه النورث باوند مع اللفت باتجاه ساوث باوند وأعتبرهم وان فيز. فبهذه الحالة بشوف أيام من التو ليفتس هذول حجم المروري أكبر وهو اللي بعتبره كريتيكال لين فوليوم وبصمم عليه، وهذا الوقت اللي أعطيته إياه بيكون كافي للحركة الأخرى اللي حتتحرك بنفس الفيز واللي حيكون الحجم المروري عليها أقل بهذا. إذا باختصار بكل فيز بنشوف قديش عندي اللين فوليومز، بنصمم على الأكبر فيهم وثم البقية بتحركوا بالتوازي مع هذا التوقيت. السايكل لينث عرفناها سابقا، قلنا هي تايم فور وان كومبليت سيكونس اللي بنخدم كل الفيزز الموجودين على الاشاره خلالها، وبيعطيني الان الرينج للسايكل لينث، لانه بعد شوي حنشوف معادله لحساب قيمه السايكل. الان بعد ما يطلع معانا الرقم من المعادله فلازم نعرف شو الرينجز المنطقيه المقبوله بالنسبه لنا. بحكي لنا هون السايكل لينث المقبوله نظريا هي ما بين ال 35 الى ال 120 ثانيه، لكن براكتيكالي حقيقه لا نقبل باقل من 45. يعني الريكومنديشن واللي احنا ملزمه بالنسبه لنا في هذا المساق انه لا نقبل باقل من 45. اذا عملت كالكوليشن للسايكل المطلوبه وطلعت معي اقل من 45، طلعت 40 او طلعت 30 او 20، فانا باخذ الحد الادنى من الرينج اللي مقبول واللي هو بالنسبة لنا بيكون بهاي الحالة 45. بالنسبة للماكسيمم أيضا محدد اللي هو ب 120 ثانية، فلو عملنا كالكوليشن للسايكل لينكس طلعت معانا مثلا 150 أو 140، إذا برضه بناخذ الحد الأقصى بهاي الحالة اللي هو 120. إذا أنا بالبداية آلية تحديد السايكل لينكس بستخدم المعادلة وبشوف شو الرقم اللي بيطلع معاي، إذا كان within the range باخذه كما هو ولكن عادة يقرب إلى أقرب 5 ثواني من مضاعفات الخمسة، وإذا طلع خارج الرينج فبأخذ الأقرب إله، يعني إذا كان تحت الحد الأدنى بأخذ الحد الأدنى، وإذا كان أكبر من الحد الأعلى بأخذ الحد الأعلى بهذه الحالة. بالنسبة للكليرنس انترفال حكينا سابقا أنه الآن تمثل بالنسبة لنا مجموع اللي هو اليلو والأوريد، بقول الكليرنس انترفال هي من 3 إلى 5 ثواني. كيف الآلية اللي بوزع هذا الوقت من 3 إلى 5 على اليلو وعلى الأورد؟ بقول لي إذا كان الوقت أقل من 3 بأخذه 3 وبعطيه كله يلو، إذا كان بين 3 والـ5 برضه بأخذه كما هو لكن يقرب، طبعا في معادلة لحساب اليلو حنشوفها لاحقا، ويقرب إلى أقرب 0.5 فمن مضاعفات الـ 0.5، وبرضه إذا كان ضمن الرينج من 3 إلى 5 بتبناه كما هو كيلو. أما إذا طلع المطلوب أعلى من 5 فبهاي الحالة بنقول 5 ثواني يلو والباقي بيكون بالنسبة لنا أوريد. يعني إذا طلع مثلا بالكالكوليشن طلع بدي 6 أو 7 فبنقول 5 يلو والباقي بيكون بالنسبة لنا أول ريد تايم. المعادلة البيك اور فاكتور تساوي البيك اور فوليوم مقسوم على 4 في البيك 15 مينت فوليوم. هاي المعادلة مألوفة بالنسبة لنا اللي هي طريقة حساب البيك اور فاكتور. إذا كان عندي ديتا ميدانية وموجود الحجوم المرورية على كل 15 دقيقة فأنا حتى أحسب البيك اور فاكتور بناخذ المجموع كله نسميه البيك اور فوليوم خلال الساعة، وبناخذ ال 15 مينت الاعلى فيهم نضربها ب4 وباستخدام هاي المعادله بنطلع قديش قيمه البيك اور فاكتور. طبعا اثناء الديزاين الارقام الحجوم المروريه بتاعت البيك اور فوليوم بدنا نقسمها على البيك اور فاكتور حتى نطلع قديش قيمه البيك 15 مينت فوليوم. الديزاين اور فوليوم اذا يساوي البيك اور فوليوم مقسوم على البيك اور فاكتور. اذا قبل ما نبدا في التصميم لابد انه نعالج الحجوم المروريه بقسمتها على البيك اور فاكتور حتى تمثل البيك 15 مينت
within the hour اللي هي تعتمد في عملية التصميم. Clearance interval, the required clearance interval is that time period that guarantees that an approaching vehicle can either stop safely or proceed through the intersection without speeding. هون توضيح لماذا نحتاج الكليرنس انترفال، وبرضه من خلاله بنفهم فائدة وجود اليلو انترفال، وقت الأصفر على الإشارة الضوئية. عاملنا تهشير بالرسم اللي أمامنا لمنطقة مدخل التقاطع للمركبات القادمة من جهة اليسار، يعني متحركين باتجاه الإيست باوند، وبحكي لنا بعنوان هذا الفيجر اللي هي الديلاما زون. فهذه المنطقة بتحدد لنا وين منطقة الديلاما زون. كيف نوصل لهذه الديلاما زون؟ الآن إذا نظرنا إلى الجزء العلوي من الرسمة، اللي بيدخل في المنطقة هذه من السيارات cannot stop، بمعنى أنه أصبح قريب جدا من التقاطع بحيث أنه لا يستطيع الوقوف. فهذه المنطقة قصيرة بحيث أنها أقل من stopping side distance، وبالتالي لا تستطيع المركبات الوقوف داخل هذه المنطقة. وكذلك عم يعطيني بلوك آخر في الأسفل برضو بالتهشير بس باتجاه مختلف، بيقول لي بهاي المنطقة cannot go، يعني المركبات الموجودة في هذه المنطقة المفروض انه ما يتحركوا، لانه اذا تحركوا معناته راح الاشارة الضوئية تصير حمراء وهم لسه موجودين بداخل منطقة التقاطع. تلاحظ انه انا بدي اللي بده يتحرك على الاصفر بدي اضمن مش بس انه يدخل على التقاطع خلال الاصفر، وانما لازم يخرج من كامل التقاطع خلال ذلك الوقت الاصفر. يعني اذا كانت مقدمة المركبة أثناء اليلو في هذه المنطقة، بدنا هذه مقدمة المركبة تقطع اللي هي المسافات المبينة عندنا في الأعلى الإكس نوت، وتقطع كذلك منطقة الدبليو اللي هي تمثل عرض التقاطع بالكامل، وكذلك تقطع اللي هي ال اللي تمثل طول السيارة. بمعنى أنه بدي مع نهاية الأصفر وبداية الأخضر للاتجاه الآخر تكون نهاية المركبة من الخلف already خرجت من التقاطع. لاحظ انه لما نوصل لنهاية ال L بيكون خلفية المركبة already عملت clearance وخرجت من منطقة التقاطع، بحيث انه اذا حركت اي فيز اخر باتجاه النورث او باتجاه الساوث مثلا بالرسم اللي امامنا، ما في conflict ما بين المركبات وما بين هذه المركبة اللي بتعمل خروج من التقاطع. الان هاي المنطقتين اللي عندنا اللي هي cannot stop وال cannot go، الآن في تداخل بينهم. هذه منطقة التداخل بسموها منطقة الديلاما زون. شو يعني الديلاما زون؟ يعني ممكن السائق أنه يصاب بحيرة أو بارتباك وما يعرف يقرر أنه هل أنا أوقف ولا أمشي بهذه المنطقة، ولذلك تصمم وقت اليالو بحيث نمنع هذا الارتباك أو هذه الحيرة. فمن راعي بالنسبة لنا اللي هي المسافة اللي بيحتاجها السائق للوقوف، وكذلك المسافة والزمن اللي بيحتاجه السائق لقطع التقاطع، وبنعطي وقت يلو كافي اللي السيارة تقدر تعمل كليرنس لهذا التقاطع. المعادلة المستخدمة للكليرنس انترفال تاو اللي هو إجمالي الوقت اللي بنحتاجه، واللي قد يكون كله راح نحطه يلو أو جزء منه يلو جزء منه أور ريد زي ما اتفقنا بالكريتيريا السابقة. هذا التوتال تايم للكليرنس انترفال يساوي أولا الدلتا بلس دبليو بلس ال أوفر يو نوت بلس يو نوت أوفر 2 في أي. الجزء الأول من المعادلة، الشق الأول من المعادلة اللي هو الدلتا، تساوي بالنسبة لنا البيرسبشن رياكشن تايم. السيارات كم البيرسبشن رياكشن تايم اللي بيحتاجوه، هذا احنا عرفناه سابقا، وعادة بيكون جيفن في المسائل زي ما هنشوف بعد شوي بتطبيق عملي على ذلك. ال W plus L اللي هو المسافة اللي حيقطعها السائق بالتقاطع كاملا، عرضه كاملا. W هو يمثل عرض التقاطع width of intersection، و L اللي هو طول سيارة واحدة length of vehicle، لأنه قلنا بدنا المركبة تعمل clearance للتقاطع بحيث انه مقدمة المركبة خارج التقاطع و
بتكون نهايه المركبه من الخلف بتكون هي عامله كليرنس للتقاطع، ولذلك بدنا نقل المسافه اللي حنقطعها هي دبليو بلس ال، وهذا مقسوم على السرعه. اذا المسافه مقسومه على السرعه اللي هي يو نوت تمثل السبيد ليميت اون ابروتش ان فوت بير سكند، اللي هي السرعه المحدده على الطريق بافتراض ان السائقين بيلتزموا بالسبيد ليميت، بلس الترم الثالث في المعادله اللي هو يو نوت اوفر 2a، وير a تمثل بالنسبه لنا الكونستانت ريت اوف بريكنج ديسيليريشن، واللي هو بوحده الفوت بير سكند سكوير. فاذا بنطبق هذه المعادله وبنحسب قديش عندنا التاو مينيمم الحد الادنى للكليرنس انترفال اللي احنا بنحتاجه، وبالتالي بنشوف قديش بدنا ناخذ منه يلو وقديش بدنا ناخذ منه all red. اليلو قلنا يحكم ما بين الثلاثة والخمسة، وإذا كان المطلوب أكبر من خمسة بنأخذ خمسة يلو والباقي بيكون بالنسبة لنا all red بهذه الحالة. نأخذ الإكزامبل اللي أمامنا determining the minimum clearance interval at an intersection. Determine the minimum clearance interval at intersection having a width of 40 feet. إذا حدد لي الدبليو. If the maximum allowable speed on the approach roads is 30 mile per hour, أعطاني السبيد. Assume average length of vehicle 20 feet. إذا اللي أعطاني طول المركبة L. To solve this problem, we must find first decide on deceleration rate. Research on this topic has shown that a comfortable deceleration rate can be taken as 0.27g, that is 27% of gravitational acceleration. Assuming this value for A and taking delta as 1, we obtain. إذا الآن أعطاني إنه نفترض إنه قيمة الـ acceleration قيمة الـ deceleration تساوي 0.7g. فطبعا بنعوض مكان الـ A بالـ 0.27g، وكذلك أعطاني قيمة الدلتا اللي هو الـ perception reaction time، قال لي assumed 1 second. لو طوقنا المعادلة فبيكون عندنا بدل الدلتا بنحط 1، بدل الدبليو 40، بدل اللينث تبع المركبة 20، وبدل السبيد بنحط 30، وطبعا هم نضرب ب 1.47 حتى نحول من مايل بير اور الى فوت بير سكند، شفنا هذا التحويل سابقا، ونضرب برضه بالسبيد 30 وبرضه بنحولها بضربها ب 1.47 لانه السرعه بالمايل بير اور، لكن الاجابات في النهايه بدها تكون طبعا هي بالفوت بير سكند، وطبعا التايم بيكون ان سكند. في الاسفل اللي عندنا 2a بدل الا بنحط 0.27g، والجي اللي هو تسارع الجاذبيه الارضيه هذا رقم ستاندرد معروف بالنسبه لنا اللي هو 32.2، فبيطلع الجواب اللي هو 4.9 seconds. لاحظ الجواب كان أقل من 5 seconds، إذن within the range، فبناخذ بهاي الحالة قلنا بنقرب إلى 0.5، مضاعفات الـ 0.5، ولكن التقريب بيكون للأعلى وليس للأدنى حتى نكون more conservative، فبناخذ 5 seconds. إذن in this case an amber period of 5 seconds will be needed. طبعا كلمة amber هو تسمية أخرى لليلو، اليلو يسمى ايضا بالامبر تايم. طبعا نو نيد فور اور ريد ان ذيس كيس، لانه طلع معنا اليلو فقط خمسه، المطلوب اقل من خمسه بقليل، قربناه الى الخمسه، اذا نو نيد فور اور ريد، نكتفي باليلو بدون الاور ريد. السيجنال ديزاين ميثودز، في هناك عدد من الطرق المعروفه في هذا المجال، منها الفيلير ريت ميثود والويبستر ميثود والبيجناتارو ميثود والهايوي كاباسيتي مانيوال ميثود. احنا فقط راح يكون هدفنا انه نعرف الآلية اللي يتم عمل التصميم من خلالها، وواحدة من هذه الطرق اللي راح نعتمدها في هذا المساق اللي هي البيجناتارو ميثود. لكن في الحياة العملية عادة الطريقة اللي تستخدم في الغالب هي الهايوي كاباسيتي مانيوال ميثود، واللي هي طريقة في عندنا سوفتوير الـ HCS Highway Capacity Software، وفي شابتر في المانيوال بالكامل مطبق
المنهجية تبعته ضمن السوفت وير، فبمجرد إدخال المدخلات المرتبطة بالحجوم المرورية على التقاطع وخصائص التقاطع من الناحية الجيومترية، بالإضافة إلى خصائص الكنترول، فأوتوماتيكالي تقوم الإشارة الضوئية بإعطاء التصميم المناسب لتلك الإشارة من خلال برنامج الـ HCS. لكن إحنا بالنسبة لنا راح نأخذ البيجناتارو كمنهجية متكاملة، وممكن لأغراض مشروع التخرج تبني هذه الطريقة، طريقة البيجناتارو لأغراض تصميم الإشارة الضوئية في المشروع. أما في الحياة العملية ينصح باستخدام طريقة الـ Highway Capacity Manual Method، واللي هي تدرس أيضا بمزيد من التفصيل في مادة هندسة المرور اللي تعطى في سنة خامسة. الطلاب اللي تخصصهم مواصلات راح ياخذوه ضمن المساقات الاختيارية بسنة خامسة. فإذا حديثنا كله راح يكون عن البيجنا تارو ميثود لهذا المساق. في بيجنا تارو ميثود نبدأ بتعريف مجموعة من المصطلحات اللي حنستخدمها ضمن البروسيجر. منعرف الـ VI اللي هو الـ Critical Lane Volume for Phase I، و Tau الـ Clearance Interval for Phase I، و N تمثل الـ Number of Signal Cycles for 15-Minute Period، و Phi تمثل الـ Number of Phases for 15-Minute Period، وكذلك الـ T Capital تمثل الـ Total Time in Seconds Required for All Vehicles to Go Through the intersection during peak 15-minute period، وكذلك الـ H تمثل الـ average headway for phase I on critical lane lane that carries the critical volume V capital I، والـ C تمثل الـ cycle length in seconds. والآن حنشوف يعني تطبيقات هذه الـ terms في المعادلات المختلفة أثناء عملية التصميم. نأخذ example إذن مباشرة signal timing using Pignataro's method. في figure هنشوفها بعد قليل shows peak hour volumes and other traffic characteristics for an intersection. Design a suitable signal timing for a two-phase system. لاحظ كلمة two-phase system، إذا الإشارة الضوئية كلها بتشتغل بال two phases only. وهذا النظام نظام مطبق في كثير من الدول الغربية ومنها أمريكا، انه انت بتحرك النورث والساوث مع بعض at the same time ب one phase، والايست والويست مع بعض ب one phase. طبعا بهاي الحاله الثرو اند رايت ما عندهم مشكله، يعني اذا مشيت مثلا النورث والساوث مع بعض فالثرو اند رايت من النورث ومن الساوث ما عندهم اي مشكله، ما حيلتقوا مع بعض. الاشكاليه حتكون بالنسبه لنا بحركه اليسار، وزي ما حكينا بمحاضره سابقه بهاي الحاله اللي بدهم يروحوا على الليفت مضطرين انه يتعاملوا مع الاشاره الضوئيه كما لو كانت ستوب ساين، بمعنى انه بالرغم من انه الاشاره الضوئيه عنده اخضر الا انه ما بيروح على اليسار الا اذا فضي التقاطع من الاشارات القادمه من الاتجاه المقابل. يعني تعطى الاولويه بهاي الحاله لمركبات الثرو اند رايت القادمين من الاتجاه المقابل، فلما يصير في جابس بين السيارات القادمه بيدخل على اليسار بينهم وبيروح على اليسار. أما إذا ما كان في عندي جابس فينتظر على مدخل التقاطع لغاية ما تتوفر هذه الجاب. فهذا اللي هو نظام اللي بنسميه Permitted Left Turn Phasing، إنه السيارات اللي بتروح على اليسار بتشتغل على نظام Permitted، إنه مسموح له يطلع لكنه ما بيكونش Protected مثل الأنظمة الموجودة عندنا اللي هي الليفت، بيكون دائما الوقت أخضر بيحميه بالكامل، ما بيضطر أنه يعطي فيه الأولوية لأي حركات أخرى at the same time. الآن إذا already حددنا بهذا المقدمة للإكزامبل أنه حنستخدم التو phase system، فيز واحد للنورث ساوث وفيز واحد للإيست ويست اللي هو سميناه بال permitted phasing system. لكن لو قال لي استخدم البروتكتد فيزنج سيستم، بهاي الحاله انا مضطر انه اخلي كل ابروتش لحاله، فالليفت لحاله والثرو عفوا النورث ساوث النورث لحاله والساوث لحاله والايست لحاله والويست لحاله ضمن نظام البروتكتد. اما بنظام البيرميتد انا ممكن امشي كل الاشاره ب تو فيزز اونلي، واحد للنورث ساوث واحد للايست ويست. الان بحكي لي سنس
there is moderately high pedestrian volume, consider the minimum times required to cross the intersection, although it may not be necessary to provide an all red phase. إذا بقول لي بما أنه في هناك حركة معتبرة للمشاة على التقاطع، إذا تأكد أنه الأوقات اللي حتعطيها للسيارات بكل اتجاهات تكون كافية لحركة المشاة، تكون هذه الحركات كافية أو هذا التوقيت كافي لحركة المشاة. وبالتالي إيش بيعني بالنسبة لنا هذا؟ أنه بكل اتجاه بدنا نحسب قديش المينيمم تايم الكافي لحركة المشاة، وهذا المينيمم تايم للمشاة بنطبقه على السيارات، لأن أنا بالأصل بصمم للسيارات والمشاة بيمشوا بالتوازي مع السيارات. إذا يصبح الآن الوقت اللي بيحتاجوه المشاة هو محدد للمينيمم تايم للسيارات. حنشوف بعد قليل شو هي المعادلة اللي بنستخدمها لهذا الغرض. بيعطيني مجموعة من المعلومات الآن، إنه خلينا نفترض الكونستانت ريت اوف بريكنج ديسيلريشن الـ A equal 0.27G، هذا الرقم خلينا نحفظه ونثبته لأغراض هذا المساق، دائما نعتبر الـ A تساوي 0.27G زي ما شفناه قبل قليل في المثال اللي حسبنا من خلاله قديش قيمة التاو اللي هو الكليرنس انترفال. بيعطيني أيضا معلومات أخرى عن الـ pedestrian start up and delay time يساوي 5 seconds، هذا الرقم مشابه للبرسبشن رياكشن تايم تبع السيارات، يعني اذا المشاة بدهم يقطعوا الطريق بيحتاجوا الى جزئين من الوقت، الجزء الاول اللي هو الستارت اب ديلي تايم وهذا اللي هو 5 سكندز، الجزء الثاني هو الوقت اللي بيحتاجوه حتى يقطعوا الطريق بكامله واللي هو بنحسبه من خلال قسمة طول الطريق قديش او عرض الطريق قديش تقسيم السرعه اللي بيمشوا فيها المشاة. الافرج لينث اوف فيهيكل بحكي لك افترضوا ستاندرد 20 قدم، الـ average walking speed سرعة حركة المشاة بالمشي طبعا 4 قدم لكل ثانية، والـ average headway بين السيارات في المعادلة اللي حنشوفه بعد قليل افترضنا 2.5 seconds، والـ perception reaction time للسيارات افترض انه يساوي 2.5 seconds. يعني لاحظ بالإكزامبل لما حسبنا قيمة اليلو افترضناه 1 seconds، هون لا بقول لي افترضه على انه 2.5 سكند، ولاحظ 2.5 سكند هو نفس الرقم اللي اخذناه بمحاضرات سابقه اللي بتعتمده الاشتو، قلنا الاشتو لاغراض الستوبك سايد ديستانس بتعتمد 2.5 سكند. نكمل بالاكزامبل الان المعطى عندنا، بتلاحظ انه في الاعلى في عندنا الحجوم المروريه لكل الاتجاهات سواء كان نورث باوند او ساوث باوند او ايست باوند او ويست باوند، وكذلك بيعطيني ابعاد التقاطع، الطريق الشرق غرب عرضه بتلاحظ 40 قدم، والطريق اللي شمال جنوب عرضه 48 قدم، وبيعطيني مجموعة من المعطيات. على اليسار في عندنا البيك اور فاكتور، طبعا الحجوم المروري لازم تعدل للبيك اور فاكتور بيعطيني 0.9، والليفت تيرن فاكتور 1.6، والتراك فاكتور 1.7. كذلك بيحكي لنا انه الابروتش سبيد اون اول ابروتشز 30 مايل بير اور، بالنسبه للتراك بيرسنتجز الساوث ابروتش، ولاحظ هون استخدم كلمه ابروتش بدل الباوند، الابروتش عكس الباوند تماما، لما نقول ساوث ابروتش هو عمليا النورث باوند يعني اللي رايحين باتجاه الشمال، فالطريق الجنوبي هو اللي بنسميه ساوث ابروتش اللي جايين منه رايحين باتجاه الشمال، فهذا بيحكي لنا انه اللي رايحين ثرو، طبعا لاحظ انه دمج الثرو مع الرايت مع بعض، ما ينطبق على الثرو ينطبق على الرايت، فقال لي زيرو ما في تراكس، والليفت كذلك. بالنسبه للنورث ابروتش اللي هو عمليا الساوث باوند الطريق الشمالي اللي رايح باتجاه الجنوب، فهذا معطيني كذلك 2% تراكس للثرو وللليفت، والايست ابروتش الطريق الشرقي اللي هو رايح باتجاه الغرب الويست باوند فمعطيني انه ما فيش في تراكس زيرو زيرو، والويست ابروتش الطريق الغربي اللي رايح باتجاه الشرق ايست باوند فمعطيني 3% للبرسنتج اوف تراكس سواء كان ثرو او كان ليفت. الان في ظل هاي المعطيات بدنا نقوم بالبداية بمعالجة الحجوم المرورية، ثم بعد ذلك نبدأ بعملية التصميم.
معالجة الحجوم المرورية اللي هي حاطين عنوان باللون الأحمر على اليمين من الأعلى Volume Corrections، في 3 Corrections لابد من عملها لكل واحدة من الحركات المرورية الموجودة عندنا بالشارت. فال3 Corrections اللي هي البيك اور فاكتور، اذا الحجم المفروض يقسم على البيك اور فاكتور حتى يمثل البيك 15 مينت within the hour، اذا كل رقم يجب انه يقسم على البيك اور فاكتور. وكذلك بالنسبه للتيرنينج، طبعا قلنا الرايت تيرنينج ما راح نعالجه، راح نفترض انه زيه زي الستريت، فقط راح نعالج الليفت تيرنينج. اذا في ليفت تيرنينج فراح يضرب بالليفت تيرن فاكتور. وبالنسبه للتراكس كذلك، الحركات اللي فيها تراكس بدنا نطلع قديش هي التراكس اصلا كعدد، لانه هو معطى كنسبه، نحوله الى عدد ثم نضربه بالتراك فاكتور ونضيفه للسيارات اللي موجوده عندنا. فهي هي الثري كوركشنز اللي لازم تنعمل لكل حركه من الحركات. خلينا ناخذ كسامبل كالكوليشن لاتجاه الساوث باوند اللي هي موجودين على النورث ابروتش من الاعلى، معلمين بالاحمر اللي هي حركتين، واحده تاعت الثرو اند رايت اللي هي 350 فيهيكل بير اور، والحركه الثانيه اللي هي حركه الليفت ال 150 فيهيكل بير اور. نبدا بالثرو اند رايت اللي هي قيمتها في تساوي 350 فيهيكل بير اور، هذا الاجمالي قبل الكوركشن. فنعمل الكوركشن الاول انه نقسم الحجم المروري على البيك اور فاكتور. طبعا البيك اور فاكتور معطى عندنا 0.9، فنقسم على ال 0.9 فبيطلع الجواب 388.89. طبعا الان احنا بنضل نحافظ على التقريب ما بنشيله، يعني التو ديجيتس بتاعت التقريب بنخليها، فقط بنقرب لارقام صحيحه في اخر خطوه، اما اثناء الكالكوليشن بنخلي الديجيتس حتى يطلع معانا الجواب بادق ما يمكن. الان بعد ما قسمنا على البيك اور فاكتور نروح للكوركشن الثاني اللي هو عمليه التيرنينج. طبعا كونه ثرو اند رايت والرايت قلنا يعامل نفس معاملة الثرو، وبالتالي ما في عندي كوركشن للتيرنينج. إذا نقفز مباشرة للكوركشن الثالث اللي هو للتراكس. فإذا الآن بنضرب المركبات اللي هي شاحنات بالتراك فاكتور. الأول بنطلع قديش هي الشاحنات، الشاحنات كما هو معطى في الجدول في الأسفل 2%، إذا نضرب 388.89 في 2% هذا بيطلع لي قديش عدد الشاحنات، وبنضرب هذا الشاحنات بالتراك فاكتور فبيطلع معانا. طبعا التراك فاكتور معطى على انه 1.5 فبيطلع الجواب اللي هو 11.67. الان صاروا باسنجر كارز، حولنا الشاحنات الى باسنجر كارز، البقيه بيضلوا زي ما هم بالاصل باسنجر كارز، يعني بما انه شلنا 2% تراكس فالمتبقي هو 98%. فاذا التوتال باسنجر كارز الان سواء كان السيارات الاصليه هي باسنجر كارز او اللي حولت من تراكس الى باسنجر كارز، اذا نضرب التوتال هو 388.89 نضربه في 0.98 بعد ما شلنا منه 0.02، فهذا بيكون كله عباره عن باسنجر كارز. يضاف له التراكس اللي حولناها لباسنجر كارز اللي هي 11.67 فبيطلع الجواب اللي هو 392 0.78، وهذا طبعا بنعمل له راوندينج للاعلى. دائما بالحجوم المروريه بنعمل راوندينج للاعلى وبناخذ اللي هو 393. طبعا الراوندينج للاعلى حتى لو كان الديجيتس بسيطه، يعني لو كان 0.2 او 0.3 برضه يقرب الى الاعلى، يعني ما في داعي نهمل اي ديجيت بالنسبه لاعداد السيارات، يعني ما بنقربها ماثيماتيكالي وانما بنقربها دائما الى الاعلى. فبطلع اذا معي 393، فالرقم 350 إذا يحول إلى 390 وهو معالج لثري كوركشنز اللي هي البيك اور فاكتور والتيرنينج والتراكس. نيجي للرقم الثاني اللي يمثل الليفت واللي الحجم له 150 فيهيكل بير اور. بداية بنقسمه على البيك اور فاكتور على ال 0.9 فبيطلع 166.67، وثم برضه بنضربه في الليفت تيرن فاكتور لانه كله عباره عن ليفت، ال 150 كاملين ليفت بنضربهم في ال 1.6 بهذه الحاله، الليفت تيرن فاكتور 1.6 فبطلع عندنا 266.67. هذا يمثل اجمالي الان بالنسبه الي، وكله بالنسبه الي الان باسنجر كارز بالاضافه للتراكس. فالان بنشيل منه التراكس اللي نسبتها 2% برضه،
فبنضرب ال 266.67 في 0.02، فهذا بيعطيني قديش في عندي تراكس، نضربها في التراك فاكتور واللي هو 1.5، فبيطلع الجواب 8 باسنجر كارز. الآن التوتال باسنجر كارز، بنرجع للإجمالي اللي هو 266.67 في 0.98 الآن بدل ال 0.02، وبنجمع لها الثمانية، بهاي الحالة بيطلع معانا الجواب اللي هو 269.34، ولكن هذا الرقم طبعا we round it to 270، فمنقربه إلى 270. فإذا بهذا الشكل بنكون حصلنا على التحويل 350 اللي تمثل الثرو أند رايت إلى 393، وبنحول ال 150 اللي تمثل اللفت من 150 بنحولها إلى 270. بنشوف في هذا السلايد ال corrected volumes، طبعا ال south bound فقط اللي تم عمل sample calculation له 393 وال 270 للثرو اند رايت وللليفت بالتسلسل، وبنفس الطريقة يتم طبعا حسابة بقية الحجوم سواء كان للإيست أبروتش أو للويست أبروتش أو للساوث أبروتش، فبنحصل على الأرقام بنفس الطريقة اللي اتبعناها بالسامبل كالكوليشن. بالنسبة للبيدستريان جرين تايم ريكويرمنتس، قلنا سابقا انه بنحسب الوقت اللي بيحتاجه المشاة اللي هو راح يمثل بالنسبة لنا الحد الأدنى اللي بنعطيه كجرين تايم ويلو تايم للسيارات، يعني المفروض الوقت اللي يعطى للسيارات يكون كافي لحركة المشاة. لأن وقت المشاة find the time required to cross، لاحظ الآن حنميز ما بين الطريقين المتقاطعين النورث ساوث لحال والإيست ويست لحال، اللي عرضه 48 يحسب لحاله واللي عرضه 40 قدم يحسب لحاله. بالنسبة للقطع الطريق الأول اللي هو 48 قدم، فقلنا احنا المعادله اللي بنحسب منها وقت المشاه مقسمه الى جزئين، الجزء الاول يمثل الستارت اب ديلي تايم واللي هو يشابه بمعناه البرسبشن رياكشن تايم تبع السيارات، لكنه بالنسبه للمشاه بنقول انه المشاه قبل ما يبدا بقطع الطريق بيكون واقف على الرصيف بينظر يمينا بينظر يسارا، ثم اذا وجد الوقت مناسب لقطع الطريق بيقطع الطريق. هذا التاخر لغايه ما يبدا بقطع الطريق يقدر علميا بخمس ثواني، يضاف له عرض الطريق اللي حيقطع، وفي عندنا حالتين، في حالة ال 48 قدم وفي عندنا حالة ال 40 قدم، وبنقسم على السرعة، سرعة المشاة اللي هي معطاة عندنا بالإكزامبل بأربعة قدم لكل ثانية، فبيطلع الجواب عندنا إذا الطريق اللي عرضه 48 قدم نحتاج إلى 17 ثانية للمشاة حتى يقطعوه، والطريق اللي عرضه 40 قدم نحتاج إلى 15 ثانية للمشاة حتى يقطعوا. هذول الرقمين الآن يمثلوا الحد الأدنى من التوقيت اللي المفروض أنه نعطيه للسيارات. الآن نحدد اليلو and الأوريد تايمز، نستخدم المعادلة شفناها سابقا لتحديد المينيمم يلو تايم انترفال، ونستخدم فيها الدلتا الـ Perception Reaction Time معطى بالنسبة لنا 2.5، الـ W عرض الطريق، طبعا لاحظ أنا بدي للطريقين طريق اللي عرضه 40 قدم بالجزء العلوي، ونفس المعادلة بنكررها بالأسفل وبنستخدمها للطريق اللي عرضه 48 قدم. بالنسبة للطريق الأولاني اللي هو باتجاه North South واللي الحركة بتكون العرض اللي بيقطعوه 40 قدم، اللينث للمركبة بيكون بالنسبة لنا 20 قدم، كذلك السرعة معطاة 30 مايل بير اور، وبالنسبة لقيمة الـ A متفق سابقا ان نستخدمها على انها 0.27 جي، ونعوض مكان الجي على انه تساوي 32.2 فوت بير سكند سكوير. الان بجمع كل هذه الارقام في المعادلة بيطلع معانا الجواب 6.4 سكندز للاتجاه الاول و 6.58 seconds للاتجاه الثاني. طبعا الرقم الأول أنا ممكن يعني مقبول مني أقربه لأقرب 0.5 من الأعلى اللي هو 6.5،
والرقم الثاني أقربه إلى أقرب 0.5 seconds، من الأعلى أقربه إلى 7 seconds، لكن for consistency بهاي الحالة الأفضل نأخذ اثنين زي بعض، فكلاهما بنقربهم إلى 7 seconds. يعني بدنا التوتال يكون 7 seconds، وزي ما حكينا سابقا بهاي الحالة أنا بعطي اليلو 5 seconds والأورد مستخدمه على أنه 2 seconds للاتجاهين. إذن هون allow a clearance interval of 5 seconds for each phase and 2 second all red phase. إذن نعطي 5 و 2، 7 seconds اللي تبنيناهم في المعادلة السابقة الآن نعطيهم على 5 plus 2. Note that the green time for traffic in the north-south direction must be at least equal to the time required for pedestrians to cross the 40 feet wide road. That is minimum green time for the north south direction is 15 minus 5 equal 10 seconds. Similarly for east west direction it is 17 minus 5 which is equal to 12 seconds. ايش المقصود عندنا هون؟ احنا قلنا بدنا انه وقت المشاة يحدد الوقت اللي بتقطع فيه السيارات الطريق، فالوقت اللي يعطى للسيارات يجب أن يكون كافي لحركة المشاة، إلا أنه اللي بيحكي لنا يا هون أنه المشاة مش بس بيمشوا خلال الجرين، وإنما بيمشوا مع السيارات لما يكون عندهم جرين، وأيضا لما يكون عند السيارات يلو برضو بيمشي معاهم بالتوازي at the same time. فإذا تبدأ حركة المشاة من بداية الجرين وتنتهي بنهاية اليلو وليس بنهاية الجرين. فإذا الآن المينيمم جرين تايم اللي بدي أعطيه للسيارات بدي أشيل منه اليلو، بدي أشيل منه اليلو. فالآن ال 15 سكند اللي بيحتاجوه المشاة فعليا المينيمم جرين تايم اللي بناخده منه هو 15 ناقص 5 ويساوي 10 سكند، وال 17 سكند اللي بيحتاجوه المشاة أيضا بالاتجاه الآخر فإحنا بنشيل منه الخمس ثواني لليلو، وبالتالي بصفي عندي بدي 12 سكند. فإذا الاتجاهين واحد منهم الحد الأدنى للسيارات جرين تايم 10 ثواني، والطريق الثاني له حد أدنى للجرين تايم للسيارات اللي هو 12 ثانية. لحساب السايكل لينكث المعادلة summation of tau i plus الأورد يعني اليلو زائد الأورد from i equal 1 to phi، phi عدد الفيزز. في حالتنا المثال اللي عندنا في 2 phases only، قلنا النورث والساوث بتحركوا ب 1 phase مع بعض من نظام الـ permitted left turn phasing، والايست ويست بتحركوا برضه مع بعض بحيث انه بيكون عندي فقط 2 phases system، مقسوم على 1 ناقص summation للـ vi hr. ال V تمثل الفوليوم، طبعا ناخذ كريتيكال لين فوليوم لكل فيز، وال HI تمثل الهيدواي مقسوم كله على 3600 في البيك اور فاكتور. طبعا البيك اور فاكتور هون ملاحظه مهمه جدا انه لا نستخدمه في هذه المعادله، يعني نفترض انه قيمته 1، السبب لانه اوريدي الحجوم المروريه تم تعديلها سابقا، فنستخدم الحجوم المروريه اللي اوريدي معالجة للبيك اور فاكتور، وبالتالي نفترض انه البيك اور فاكتور في هذه المعادلة يساوي 1. نكمل الان. طبعا بنلاحظ بالرسم اللي امامنا انه في عندي 2 فيز سيستم، الايست ويست هذا 1 فيز، الحجم الاعلى طبعا اللين فوليوم الاعلى هو 485، والفيز الثاني اللي هو النورث ساوث اللين فوليوم الاعلى بالنسبة لنا اللي هو ال 430. فاذا نصمم فيز على 485 وفيز على 430. الآن نطبق المعادلة اليلو والأورد بالفيز الأول والفيز الثاني 5 5 2 2، الخمسة تمثل اليلو للفيز الأول والفيز الثاني، والاثنين تمثل الأورد للفيز الأول والفيز الثاني، على 1 ناقص طبعا الواحد على 3600 تم وضعها على اليسار بدل ما انه نحط الارقام ثم نقسمها على 3600، فتم وضعها في البدايه من اليسار، واحد على 3600 مضروبه فيه. الان عندي الفي اي اتش اي، الاتش اي الهيدوي ثابت 2.5،
والفي اي اللي هو الكريتيكال لين فوليوم للفيز الاول 430 وللفيز الثاني 485. فالان لو حسبنا من هذه المعادله بيطلع معنا الجواب 38.4 seconds. وطبعا قلنا حتى نكون براكتيكال بناخذ المينيمم فاليو اللي هي 45 سكند. اذا نتبنى السايكل لينث اللي هي 45 سكند. الان مهم نلاحظ هون في هذا السلايد انه لانه عدد الفيزز 2 قمنا بالتعويض ب 2 كريتيكال لين فوليومز كذلك بقيمتين لليلو وبقيمتين للاورد. لو كان عندي 3 فيزز مثلا او 4 فيزز، يعني لو افترضنا ان نطبق النظام البروتكتد ليفت تيرن فيزنج اللي هو النظام اللي بالاردن عندنا مطبق، انه كل ابروتش مثلا لحال نمشي الايست لحال، الويست لحال، النورث لحال، الساوث لحال، في هذه الحاله بصير في عندي 4 فيزز. وبالتالي لما اطبق المعادله بتاعت السايكل اذا بعوض مكان الخمسة زائد خمسة في الاعلى 4 مرات والاثنين 4 مرات، وفي الاسفل بصير في عندي 4 كريتيكال لين فوليومز، يعني ال 430 وال 485 هذول كانوا يمثلوا كريتيكال لين فوليومز للايست باوند وللنورث باوند، برضه بروح على الويست باوند وعلى كذلك الساوث باوند. بالنسبه للويست باوند في عندي رقمين ال 265 وال 133، الاعلى فيهم هو الكريتيكال بيكون هو 256 و56، والساوث باوند عندي رقمين ايضا 270 و393، الاعلى فيهم 393 بيكون هو الكريتيكال لين فوليوم. فبكمل الحسابات على اساس 4 فيزز ب 4 كريتيكال لين فوليومز، 4 قيم لليلو و4 قيم للاورد، ونشوف قديش السايكل اللي بتطلع معانا بهذه الحاله. اذا دائما عدد المرات اللي بنعوض فيها في الفوليوم وفي اليلو وفي الاورد حسب عدد الفيزز الموجوده عندنا. لحساب الجرين تايم لكل فيز عندنا التو فيز الموجودين نستخدم المعادله الجرين تايم يساوي الفوليوم الكريتيكال فوليوم للاتجاه المعني او للفيز المعني مقسوم على التوتال كريتيكال فوليومز لكل الفيز الموجودين عندنا. طبعا احنا عندنا في تو فيز اونلي، مضروب بالسايكل تايم ناقص الصميشن لليلو والاورد لكل الفيزز الموجوده عندنا. طبعا الكريتيكال لين فوليومز الموجوده عندنا سم اوف كريتيكال لين فوليومز اللي هي قلنا الرقمين، الرقم الاول 485 والثاني 430، هذول كانوا كريتيكال لين فوليومز للتو فيزز الموجودين عندنا. فالان لو جمعناهم مع بعض بيطلع عندنا 915. الان بنوزع الجرين تايم نسبه تناسب للتو فيزز حسب قديش الكريتيكال لين فوليوم لكل فيز نسبه الى التوتال كريتيكال لين فوليومز لكل الفيزز مع بعض. فاذا بده يعطى الفيز الاول 485 مقسوم على 915 والثاني 430 مقسوم على 915 من الافيلبل جرين تايم. طبعا الافيلبل جرين تايم بدنا نروح على السايكل ونشيل منها اليلو والاورد، والمتبقي هو عباره عن جرين تايم راح يوزع على التو فيزز. فالان اذا نروح على الخطوه التاليه فور ذا نورث ساوث دايركشن، اذا بقسم الان الكريتيكال لين فوليوم 430 على التوتال كريتيكال لين فوليومز للتو فيزز مع بعض 915، وهذا يضرب بالسايكل اللي تبنيناها لغايه الان 45، منشيل منها اليلو اللي هو 5 و5 ومنشيل منها كذلك الاورد 2 و2، المتبقي بيكون جرين. فاذا بيطلع الجواب عندنا 15 ثانيه. نفس الشيء للايست ويست دايركشن، برضه ناخذ النسبه بتاعت الجرين تايم 485 لكريتيكال لين فوليوم مقسوم على التوتال كريتيكال لين فوليومز 915، وهذا كله يضرب بالافيلبل جرين تايم اللي هو عباره عن السايكل 45، بنشيل منها اليلو 5 و5 وبنشيل منها كذلك الاورد 2 و2، فبيطلع عندنا الجواب 16 ثانيه 16 سكند. اذا لاحظ انه التوتال جرين تايم بهاي الحاله للتو فيزز 15 و16 31، ف 31 نضيف عليها 2 و2 اللي هي الاورد و5 و5 اللي هي اليلو، فبيطلع بالضبط هذا يساوي السايكل تايم واللي هي 45.
These green times satisfy the pedestrian requirements. إذا المفروض نشيك الآن هل هذا يكفي لتحقيق متطلبات المشاة؟ احنا سابقا قلنا المشاة بدهم 12 و10 seconds، إذا الرقمين يحققوا ذلك، أعلى من 12 وأعلى من 10، وبالتالي إذا ما عندي مشكلة بالنسبة للمشاة. طب السؤال الآن، لو كانوا مش كافيين، يعني بمعنى انه انا مثلا طلع معي بالنورث ساوث 15 ثانيه، لنفترض مثلا انه المشاه بحاجه ل 20 ثانيه مش 15 ثانيه، شو بعمل بهي الحاله؟ هل اروح ارجع وازيد الجرين تايم ل 20 ثانيه؟ لا، انا برجع برفع سايكل تايم، بحيث انه بعد ما اعمل توزيع للجرين تايم على التو فيزز يطلع هذا الرقم بالقيمه اللي تحقق متطلبات المشاه. اذا ما بتكون الزياده مباشره على الجرين تايم المعني، وانما بتكون الزياده هي على السايكل، ويعاد توزيع الجرين تايم على التو فيزز بحيث يطلع هذا الجرين تايم محقق لمتطلبات المشاة. فاذا الان كخطوه اخيره في هذا المجال، السيجنال تايمينج، اذا النورث ساوث جرين ايكوال 15 سكند، واليلو 5 سكند، والريد ايكوال 2 سكند. بالنسبه للايست ويست بيكون الجرين 16 سكند، واليلو تساوي 5 سكند، والريد تساوي 2 سكند. ولو جمعنا الست ارقام اللي امامنا 15 و16 و5 و5 و2 و2 بيطلعوا السايكل تساوي 45. وباي ذا واي، يعني هذه احد الطرق انه نشيك انه هل شغلنا كان صحيح ودقيق ولا في خطا في الحسابات تاعتنا، انه لازم يطلع مجموع باخر خطوه بعد ما تخلص كل الديزاين، لازم يطلع عندنا مجموع الجرين واليلو والاورد لكل الفيزز، لازم يطلع يساوي قيمه السايكل تايم. طبعا لو كانت الاشاره على النظام الاردني اللي هو نظام البروتكتد ليفت تيرم فيزنج، حيطلع معي اربع قيم لكل واحد منهم، يعني اربع قيم للجرين تايم، واربع قيم لليلو تايم، واربع قيم للأوريد تايم بهذه الحالة. لكن بما أنه تبنينا النظام الأمريكي اللي هو البيرميتد ليفت تيرن فيزنج، فإذا في هذه الحالة بيكون عندي فقط قيمتين لكل واحد من الجرين واليلو والأوريد، وبذلك بنكون أنهينا الديزاين للإشارات الضوئية.